مرحبا بكل متتبعين موقع وصفحة لاراش اونفو. أنا سيدي سد المل على واد اللوكوس بإقليم العرائش. أنا اللي بغيت فيك معنا شي واحد سيدي في خاطر كورونا. أنا سيدي الما بقى يخوي دابا البراج جات كتبان الطريق في كاينه الطيور هذيك الطريق ديال سيدي مبارك اللي بغى يمشي يزور. وفي خاطر ابراهيم بونو انا سيدي المنتزه ديال العريش اللي ما جاش هنا ماشي ود العريش هادي هذا راه تحت عين السوق ما فشي فشي بلاصه بعيده هذا. هذا هو واد اللوكوس سيدي ما صاب واد اللوكوس من هنا كيبدا. هذا البراج ديالو سيدي براج ديال سد المنع كما كيتسمى كما كنسميوه حنا الناس العريشين كنقولوا له سيدي براج ديال سيدي مبارك. انا حتى نزيد هذا لكن في هذا الوقت دابا كيكون شويه ديال الطيور هنا كيكونوا ناقصين شويه. اما في الوقت ديال ما فوق شهر جوج ملي كيكونوا الترحال ديال الطيور هجره ديال الطيور كتبقى الدنيا في هذا البلاد كادوا عامرين بانواع الطيور اللي بغيتيها. كيبدا كيخوص دابا باش كتحل اوتوماتيك مو كتولي هنا واحد الطريق كتمشي بين العريش وبين سيدي مبارك. راه الضفة الأخرى بعض الأبقار اللي كيجيو صحابينا الدور اللي كتسمى الدور الدهيرية خاطر خا أحمد خاطر ابراهيم بونو اللي بغا يتنزع مرحبا بيه عندنا في العريش. بصحتكم اسيدي وبسلامة عليكم ونشوفكم ساعة اخرى. تبارك الله هاد المناظر اللي ظهرت نسيبها ديالي هي الطيور هذه سبحان الله. شوف بعد ما خول البحر كلهم تجمعوا في واحد الصاف سبحان الله. بعد ما خول البحر سد ديال سيدي مبارك خول البحر جمعوا الطيور بواحد الديكور كاملين في الحاشيه صف واحد كل شيء كيسلطي شاف كاملين كيصيدوا على راسهم الدويدات ولا الحوت الصغيور تما هذا سيدي سد المنع سد المنع على واد اللوكوس بالعرائش. تي جي في كيبان داك البياض اللي هذاك هو تي جي في ديال تما لاراش اوفو. تحييكم كنا معكم في هاد التنزيهة ب سد المنع على واد اللوكوس كما يسمي العرائشيين سد سيدي مبارك. تبارك الله هاد المناظر اللي ظهرت نسيبها ديالي هي الطيور هذه سبحان الله. شوف بعد ما خول البحر كلهم تجمعوا في واحد الصاف
الله. بعد ما خوى البحر سد ديال سيدي مبارك، خوى البحر جمعوا الطير بواحد الديكور كاملين في الحاشيه، صاف واحد كلشي كيسالطي شاف كاملين كيصيدوا على راسهم الدويدات ولا الحوت الصغيور تما. هذا سيدي السد المنع، سد المنع على واد اللوكوس بالعرائش. ها تي جي في كيبان داك البياض اللي هذاك هو تي جي في داز من تما. لاراش اوفوت يحييكم، كنا معكم في هاد تنزيها ب سد المنع على واد اللوكوس.